آسف قبطان، كنت ألعب مع صاحبتي الجديدة. أي صاحبة؟ صاحبتي الصغيرة. تخلص منها. إنك مظلمة تصرخ هكذا. نملة بيضاء. نملة بيضاء؟ ما هي النملة البيضاء؟ إنها أسوأ مخلوق عرفه الإنسان. لكنها لا تبدو مخلوقا سيئا بالنسبة إلي. هذا لأنك لست من الخشب. ما دمت وجدت نملة بيضاء فهذا يعني أنها قادمة. ماذا سنفعل بابي؟ أنا وأنت سنخرج من هنا لأنني في آخر مشكلة مع النمل الأبيض. اضطررت إلى فرك جسمي بالمرهم لثلاثة أشهر. لكن لا يمكنني تركه بابي، إنه قائدي. أوه طيب يا صغيري، لكن من الأفضل أن يتخلص من النمل الأبيض قبل أن يغزو المكان كله. طيب يا لك من حوت غبي. من الأفضل أن تنتظر هنا، هذا المكان ليس للخائفين. مرحبا دكتور. نعم. أريد أن أسألك شيئا. اسمع، هناك صاحب لي وهو مليء بنوع من النمل الأبيض. النمل الأبيض؟ الإجراء سهل جدا صدقني. أولا نحدد المنطقة المصابة وبعدها ننزعها. أليس هناك أي طريقة أخرى؟ في الواقع هناك بعض الأجانب الذين يملكون زيتا خاصا، ولكن من يحب الأجانب؟ أين أجدهم؟ على متن هذه السفينة التي تغادر ستورما لونغ، لكن يجب القول إنني أفضل. يا أجانب ارجعوا إلى هنا، أحتاج إلى زيتكم الخاص. اهتممت بكل شيء قبطان؟ نعم اهتممت بكل شيء.